السيدات والسادة، نهدف من خلال إبرام هذه الاتفاقية إطار إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، والتي يمكن التذكير ببعضها على سبيل المثال لا الحصر، والمتمثلة فيما يلي: إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة ذات العلاقة بمهام المديرية العامة للجمارك، تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات ووسائل الدعم البيداغوجي والتعليمي بين مؤسسات كلا الجانبين. عامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين، وهي اليوم تستند إلى رؤى مستقبلية وطموحات كبيرة، لا سيما في مجال رقمنة مصالحها وتحديث القطاع بصفة عامة، وهي تتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نجاحات ملموسة تتماشى مع هذه الطموحات، التي من شأنها أن تعود بالنفع على الموظفين والمصالح على حد سواء، من خلال تأهيل وتحسين مستوى العنصر البشري وتطوير كفاءاته